عارفه الخيانات دي تتكلم وتتكلم ازاي وما زلنا بالبحر وما زلت في ارضي فدي كلها ما بتبصش للواقع كده. يبقى انا اللي عايز اتكون عناصر اتش ار جيده نولج سكيلز كيبابيلت وبعدين اخلع عندهم الحق الاراده دي تيجي منين من الحافز اللي هي دي هدي. احنا للاسف بندي الحوافز اصبحت زي ايه؟ زي المرافق يقول لك فين الحوافز؟ هو ما اشتغلش. طب انت كده بتخدع نفسك، المفروض الحافز يبقى له معنى.